سلام الله عليكم، معكم رضا من قناة غرفانز وحلقة جديدة. الرجاء البيضاوي يفشل في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ويكتفي بتعادل سلبي ضد المغرب التطواني 0 لمثله ليرفع رصيده من نقاط إلى 36 نقطة على بعد نقطة من المتصدر الوداد البيضاوي. الآن الوداد والرجاء تعادلوا في اللقاءات، كل فريق لعب 19 لقاء وكل فريق تبقى له لقاء مؤجل. الوداد إن شاء الله سيرحل يوم غد مواجهة نهضة بركان في قمة نارية، والرجاء سيستقبل في آخر لقاء مؤجل أولمبيك أسفي، وستتبقى 10 جولات أخيرة نارية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تنظر على أن اللقبات السنة لن يحسم إلا في الجولات الأخيرة، المستوى متقارب بين العديد من الفرق والمنافسة محتدة على اللقب. في حلقة اليوم نشوف لماذا فشل الرجاء البيضاوي في تحقيق الانتصار. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، إذا عجبتكم الحلقة كما هو العادة ما تنساوش تدعمونا باللايك، بارتاجوا الحلقة. بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحة ديالنا على الفيسبوك والإنستغرام، غنخلي لكم اللينك في أول تعليق مثبت. ندخلوا الرجاء البيضاوي بتعادل اليوم يضيع فرصة ذهبية للانقضاض على صدارة الدوري المغربي. كذلك جماهير الرجاء كانت تعول كثيرا على هذا اللقاء للظفر بثلاث نقاط، كانت تكون غالية وثمينة جدا. هذا الشيء لم يتحقق. من وجهة نظري الشخصية اعتبر نتيجة التعادل نتيجة لا بأس بها بالنظر لظروف اللقاء. أول شيء، الرجاء لعب خارج الميدان ضد خصم محترم المغرب التطواني. الرجاء البيضاوي لعب 4 ديال اللقاءات في مدة ديال أقل من أسبوعين، وهذا الشيء يتطلب حضور ذهني، حضور بدني، زاد بشري، دكة احتياط قوية. اللاعبين غابوا على المنافسة لمدة 5 أشهر. اليوم لاحظنا على أن اللاعبين الركائز في الفريق خارج تغطية، اللاعبين المؤثرين، وكنتحدث خصوصا على اللاعب متولي. كنا كنعرفوا القيمة ديال متولي في الرجاء البيضاوي، لاعب لا غنى عنه في تشكيل الرجاء البيضاوي، ترمومتر الفريق، المحرك الأول للفريق. وهذا اللاعب لما كيكونش حاضر بالمستوى ديالو يؤثر سلبيا على مستوى الرجاء البيضاوي. يعني هذا اللاعب لاحظنا على انه استنزف بدنيا. من وجهة نظري الشخصية يجب إراحة اللاعب متولي في اللقاء المقبل، لأن الرجاء البيضاوي تنتظره لقاءات مهمة سواء في البطولة المغربية، دوري أبطال إفريقيا، وكذلك نصف النهائي البطولة العربية. واللاعب متولي لاعب مؤثر، لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الرجاء البيضاوي، لهذا يجب إراحته لاستعادته في اللقاءات المهمة واللقاءات المؤثرة. أضف إلى ذلك لاعب آخرين لما ظهروش بمستوى جيد، يعني اللاعب رحيمي صراحة منذ عودة النشاط الرياضي، اللاعب رحيمي لا يقدم الإضافة لرجاء البيضاوي، يعني خارج التغطية، تمريرات خاطئة، يضيع فرص كثيرة. اللاعب محتاج 4 حتى 5 ديال الفرص لكي يسجل هدف واحد. يعني اللاعب خصو يخدم على راسه، خصو يخدم على الفينيشين، اللمسة الأخيرة، إذا ما أراد الاستمرار مع الرجاء البيضاوي، وإذا ما أراد أن يطور مستواه. أضف إلى ذلك الإصابات أو الغيابات المؤثرة في تشكيلة الرجاء البيضاوي. يعني الرجاء البيضاوي غاب عليه اليوم المهاجم القناص اللاعب أحداد، وكنا كنعرفوا القيمة ديال أحداد في اللقاءات السابقة، لاعب مؤثر، لاعب سجل العديد من الأهداف ويسجل من أنصاف الفرص. أضف إلى ذلك دكة الاحتياط اللي كانت دكة احتياط فارغة في لقاء اليوم. يعني ما كاينش واحد اللاعب جوكر، اللاعب اللي يمكن له يدخل ويبدل لك نتيجة اللقاء كما حصل في اللقاء السابق. يعني اللقاء السابق دكة الاحتياط كان عندها واحد الدور كبير، ودكة الاحتياط هي اللي منحت 3 ديال النقاط للرجاء البيضاوي. الرجاء عانى في الشوط الاول في اللقاء السابق، المدرب جمال السلامي دخل 3 ديال اللاعبين في الشوط الثاني، اللاعب احداد واللاعب العرجون واللاعب الحافظي، 3 ديال اللاعبين قلبوا اللقاء، والرجاء تمكن في الشوط الثاني من تسجيل هدفين بكل سهوله. اليوم لاحظنا على ان اللاعبين اللي دخلوا لم يقدموا الاضافه، يعني المدرب جمال السلامي اضطر على انه يبدا بالمهاجم البكاري. للأسف المهاجم أصيب في الشوط الأول، اضطر المدرب التغيير والدفع باللاعب نناح، نناح اللي قدم واحد المقابلة كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني تموقع خاطئ داخل أرضية الملعب، تمريرات خاطئة، الكونترول دوبال، يعني العديد من الأشياء، وهذه ماشي أول مرة اللاعب نناح لا يفيد فيها الرجاء البيضاوي. يعني في العديد من المرات أحس على أن الرجاء أكبر من اللاعب نناح. يعني اللاعب نناح لاعب محبوب، لاعب خلوق، ولكن نحن نتحدث في كرة القدم، يعني ونتحدث في العطاء داخل أرضية الملعب. يعني من وجهة نظري الشخصية تنظر على أن الغيابات في لقاء اليوم كان عندها واحد الدور كبير في نتيجة التعادل، وبالرغم من هذا
الرجاء اتيحت له العديد من الفرص لتسجيل هدف واحد على الاقل، ولكن ما كاينش داك المهاجم القناص اللي يمكن له يسجل لك من انصاف الفرص. اللاعب رحيمي للاسف يضيع فرص كثيره، ولاعب محتاج على انه تخلق له 4-5 ديال الفرص لكي يسجل هدف واحد، وفي بعض الاحيان وفي بعض اللقاءات يمكن تتيح لك فرصه وحيده، يجب ان تغتنم الفرصه ويجب ان تسجلها اذا ما اردت الظفر بثلاث نقاط. عموما كيف ما قلت، التعادل لا باس به بالنسبه للرجاء البيضاوي. البطوله المغربيه ما زالت مستمره، البطوله المغربيه غتكون مشوقه هذه السنه، وتنظر على ان مساله اللقب لن تحسم الا في الدورات الاخيره. الوداد البيضاوي سيواجه يوم الغد نهضه بركان، والرجاء البيضاوي سيستقبل اولمبيك اسفي، ومن بعد ذلك غتكون 10 ديال الجولات ناريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الفريق اللي غيكون اكثر حضور سواء ذهنيا بشريا، والفريق اللي غيكون مركز اكثر هو الفريق الاقرب للفوز بالبطوله المغربيه. وتنظر على ان المستفيد الاكبر من هذه المساله ديال المنافسه على اللقب هو الجمهور. نتمنوا على ان يكون واحد المنافسه لاخر جوله، ونتمنوا على انه تكون واحد الفرجه وتكون واحد الروح رياضيه بين الفرق، والفريق اللي غيكون حاضر ذهنيا وبدنيا والفريق اللي غيقدم واحد المستوى ثابت داخل ارضيه الملعب هو الفريق الاقرب للظفر بلقب البطوله المغربيه هذه السنه. كان هذا كل ما يخص حلقه اليوم. الى عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باللايك، بارطاجيو الحلقه. بالنسبه لكي شاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام. غنخلي لكم لينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كورة فينس. سلام.